السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الأول الإعدادي. إن شاء الله مكملين مع بعض حل أسئلة الكتاب المعاصر. معانا شباب الفيديو الثاني على درس الإرث بيج 187. نكمل يا شباب، معانا سؤال true or false. نبدأ بالسؤال الأول. بسم الله. نمبر 1 بيقول لي the earth is a spherical object، الأرض جسم كروي. إجابة true. يبقى هنا شباب بيقول لي the earth is a spherical object، الارث يا شباب الارض دي جسم كروي with the power to be completely circular accompanied by، يعني تقريبا بتعمل شكل دائرة لكن بتكون مصحوبة بحاجتين. الأولى يا شباب بتكون عندها بيقول لي slight flattening at the two poles. يعني slight flattening at the two poles يعني مفلطحة عند القطبين، وكمان بتكون ها number two بتقول لي indented outward at the equator، ومنبعجة عند ايه ولاد؟ ومنبعجة عند القطبين to outward يعني للخارج. فبالتالي عندي حاجتين، عندي حاجة اسمها يا شباب البولار radius اللي هو نصف القطر القطبي، وكمان عندي حاجة اسمها يا ولاد التروبيكال ريديوس او نصف القطر الاستوائي. يبقى طالما يا شباب الارض دي فلاتند، يعني ايه فلاتنينج؟ يعني مفلطحة عند القطبين، فلاقي ايه يا ولاد؟ ان التروبيكال ريديوس اكبر من البولار ريديوس بكام يا شباب؟ ب 22 كيلومتر. يبقى هنا يا شباب بيقول لي ذا تروبيكال ريديوس از اباوت 22 كيلومتر لارجر ذان ذا بولار ريديوس. ليه يا شباب؟ اقول له because السؤال اهوت بيقول لي give reason the tropical radius is larger than the polar radius. اقول له because the earth is slightly flattened at its pole and indented outward at the equator، لان الارض مفلطحه قليلا عند القطبين ومنبعجه عند خط الاستواء. سؤال نمبر 2 بيقول لي the earth radius between two poles larger than at the equator. يبقى قلنا شباب دلوقتي الارث يا شباب عامله كده بالشكل ده، يبقى حصل ايه يا اولاد؟ ها flattening at the two poles. فبالتالي بيكون ايه يا اولاد؟ بيكون التروبيكال radius ده بيكون اكبر من ايه يا اولاد؟ من البولار radius اللي هو ده. يبقى هنا يا شباب بيقول لي radius at two poles المفروض اقول له smaller than at the equator. يبقى هنا الاجابه false، خطا. نمبر 3 the earth is the third planet according to the distance among the sun. الارض يا شباب هي الكوكب الثالث على حسب المسافة من الشمس. اجابة true. يبقى عندي يا شباب ها mercury venus earth. 4 the earth is considered as the biggest mass in the inner planets of solar system. الارض يا شباب هي اكبر كتلة في الكواكب الداخلية في النظام الشمسي. اجابة true. Number 5 surrounding the earth by atmospheric envelope is among the characteristics supporting the continuity of life in the earth. كون ان الارض يا شباب حولها atmospheric envelope او غلاف غازي، تمام، او الغلاف الجوي، ها ده يا اولاد ايه من الخصائص اللي بتخلي الارض داعمه لاستمرار الحياه على سطحها. اجابه true. السؤال اللي بعده بيقول لي the atmospheric air is a compound of different gases with the same ratio. لا طبعا مش same ratio. يبقى هل الغازات اللي موجودة على سطح الأرض لها same ratio، لها نفس النسبة؟ طبعا إجابة false، المفروض أقول له different ratio. وعندي هنا شباب بيقول لي atmospheric air is a compound. طبعا atmospheric air مش compound، المفروض إيه يا ولاد؟ المفروض atmospheric ده mixture يعني مخلوط او خليط من الايه اولاد؟ من الغازات. يبقى انا اصلح الجمله يا اولاد، في عندي حاجتين لازم اصلحهم، كومباوند احط مكانها ميكستشر مخلوط، وكمان ميكستشر اوف ديفرنت جازز ويز ايه اولاد؟ ويز ديفرنت ريشيو، بنسب مختلفه. السؤال اللي بعده شباب نمبر 7 ذا برسنتج اوف ووتر فيبر از 0.03%. طبعا ده خطا. امال ده برسنتج بتاعت مين يا شباب؟ بتاعت الكربون دايوكسيد CO2. هنا false. 8 oxygen gas lessens the effect of nitrogen gas during combustion process. هل الاكسجين يا شباب بيقلل؟ كلمه listen يعني بيقلل تاثير النيتروجين جاز خلال عمليه الاحتراق. المفروض يا شباب العكس، لان النيتروجين هو اللي بيعمل ايه يا اولاد؟ مش الاكسجين، هو اللي بيقلل تاثير مين؟ هو اللي بيقلل تاثير الاكسجين. يبقى هنا النيتروجين بيعمل ايه يا اولاد؟ listens the effect of oxygen
جاز ديورين كومباشن، يبقى هنا خلق خطأ، هنعكس الإجابات. 9 the speed of meteorites increase، لا طبعا، on friction with air air atmospheric molecules. يبقى هل يا شباب سرعة النيازك بتزيد أثناء الاحتكاك مع جزيئات الهواء؟ طبعا إجابة خطأ، المفروض decrease سرعتها بتقل أثناء الاحتكاك مع جزيئات الهواء. 10 the percentage of oxygen gas in air more than percentage of nitrogen. طبعا خطأ، المفروض أقول لولادها less than، لأن النيتروجين قلنا يا ولاد 21% والنيتروجين 7800%. And بيقول لي and less than percentage of carbon dioxide، يبقى بدل less than هقول له more than. لسه قايلين دلوقتي البرسنت اوف كربون دايوكسيد كام يا ولاد؟ 0.03%. يبقى هنا يا ولاد فولس. 11 green plants، النباتات الخضراء، use carbon dioxide gas in photosynthesis process. اجابه true. hydrogen gas is used in plant to form protein. هل غاز الهيدروجين بيستخدم بالنباتات لتكوين البروتين؟ لا طبعا. امال مين يا شباب الغاز ايه اللي بيستخدم لتكوين البروتين؟ طبعا غاز ال N2 او النيتروجين. 13 اوزون لاير بروتكت ذا ليفنج اورجانيزم، بتحمي الكائنات الحيه فروم هارمفول انفرا ريد ريز. طبعا طبقه الاوزون بتحمي الكائنات الحيه من ايه يا ولاد؟ من الالترا فايوليت ريز، من الاشعه فوق البنفسجيه، يبقى هنا فولس. 14 water cover about 50% of the earth's surface. طبعا الماء يا ولاد بيغطي 50%؟ لا طبعا. امال كام يا شباب؟ 71%. 15 the blue color on the earth represents the land area. هل اللون الازرق يا شباب يمثل الارض؟ لا طبعا، ده بيمثل ايه يا ولاد؟ الووتر اريا. يبقى بدل اللاند اريا اقول له ووتر اريا، يبقى هنا فولس. 16 salty water represent about 3% of the total volume of water. هل المياه المالحة بتمثل 3% بس يا شباب؟ لا طبعا، المفروض انها بتمثل كام يا شباب؟ ها 90 كام يا شباب؟ 97%، يبقى هنا فولس. 17 the water of oceans are fresh او is fresh water. هل مياه المحيطات دي فريش؟ بتكون مياه عذبه؟ لا طبعا، بتكون ايه ولاد؟ بتكون salt water. 18 water keeps the body temperature constant. هل الماء يا شباب بيحافظ على درجه حراره الايه ولاد؟ الجسم ثابته؟ اجابه true. 19 the steadfastness of the hydrosphere position on the earth's surface due to suitable pressure. steadfastness يعني ثبات واستقرار الهيدروسفير اللي هو الغلاف المائي يا شباب على سطح الارض due to suitable pressure، بسبب ان الضغط بيكون مناسب. لا طبعا، اقول له اشيل كلمه بريشر واقول له due to suitable ايه ولاد؟ gravity، لان الجاذبيه بتكون مناسبه، يبقى هنا فولس. 20 air pressure on air surface is suitable for continuity of life. الضغط الجوي على سطح الارض مناسب للحياه؟ طبعا اجابه true. 21 the atmospheric pressure on the air surface is 76 سنتيمتر مركري. الضغط الجوي يا شباب على سطح الارض 76 سنتيمتر زئبق. ايوه اجابه true. 22 mantle يا شباب اللي هي الطبقه الثانيه اللي بعد مين على طول؟ الايرث كراست. فبيقول لي lies beneath يعني اسفل الايرث اوتر كور. لا طبعا، المفروض هي اسفل من يا شباب الايرث كراست، يعني اسفل القشره الارضيه، يبقى هنا فولس. 23 the earth's inner core is rich in iron and nickel. فعلا الانر كور يا شباب بتبقى عباره عن سوليد لاير، طبقه صلبه من الايرن والنيكل. اجابه ترو، لانهم ايه يا ولاد؟ انهم هيفي ميتالز، معادن ثقيله. 24 the outer layer of earth is known as mantle. لا طبعا، الاوتر لير الطبقه الخارجيه اسمها ايه يا اولاد؟ اسمها كراست، القشره. 25 the earth's core is formed of two layers. الايرث كور او لب الارض يا شباب بيتكون من طبقتين،
المولتن اوتر لير ايون والسوليد انر كور اجابه ترو. The molten metals are found above the layer of Earth's inner core. كلام مظبوط. المولتن ميتال يا شباب اللي هي الاوتر كور، يقصد الاوتر كور، موجوده فوق ايه يا ولاد؟ فوق طبقه الايه يا ولاد؟ الانر كور. اجابه ترو. السؤال اللي بعده شباب، رايت ساينتفك تيرم نمبر 1، بول از ذا بيجست انر بلانيت، اكبر الكواكب الداخليه طبعا مين يا شباب؟ ذا ايرث، الارض. نفس التعريف بيقول لي ذا بلانيت ها ويتش اوكيبايز ذا ثيرد بوزيشن، يعني بيشغل الترتيب الثالث او الموقع الثالث according to the distance from the sun، بالنسبه للمسافه بين الشمس طبعا هو الايرث. نفس التعريف بيقول لي ذا بلانيت which occupies the fourth position، يعني بيشغل الترتيب الرابع according to the volume، طبعا المفروض كان هيقول لي يا شباب ascending يعني تصاعديا، يعني من الصغير لايه ولاد للكبير، طبعا هو بيشغل الترتيب الفورث بوزيشن على حسب الفوليوم على حسب الحجم، برضو نفس التعريف يا شباب the earth. Number two, an envelope هو غلاف surrounds the earth، غلاف يحيط بالارض، and consists of a group of different gases، هو بيتكون من مجموعة من الغازات المختلفة. ده مين يا شباب؟ ده الاتموسفير اللي هو الغلاف الجوي. السؤال اللي بعده بيقول لي a gas that help in burning bushes، الغاز يا شباب اللي يساعد في عمليات الاحتراق، ده مين يا شباب؟ الاكسجين. The most abundant gas in air، الغاز الأكثر انتشارا في الهواء طبعا مين يا شباب؟ النيتروجين، طبعا نسبته 78. نفس التعريف بيقول لي يا شباب، بيقول لي a gas that reduces the effect of oxygen gas، الغاز اللي بيأثر بيقلل من تأثير غاز الأكسجين أثناء عمليات الاحتراق، برضو مين يا شباب؟ النيتروجين. Number 5، A gas that used in green plant and photosynthesis process، الغاز اللي بيستخدم بالنباتات الخضراء في عملية البناء الضوئي طبعا مين يا شباب؟ الكربون داي أكسيد، ثاني أكسيد الكربون. Process by which plant makes its food، العملية اللي النبات بيعمل غذائه بيها طبعا ايه يا شباب؟ اهي فوتو ايه يا ولاد؟ photosynthesis process. 7، layer of atmosphere، طبقة في الغلاف الجوي which protects the earth، بتحمي الأرض، and leaving organism from the harmful ultraviolet radiation، بتحمي الارض من الاشعه فوق البنفسجيه، ده مين يا شباب؟ الاوزون. ايه يا ولاد؟ الاوزون لير، طبقه الاوزون. 8، it exists in pores and cracks of rocks that form the earth's mass، حاجه موجوده يا ولاد في الثقوب والشقوق اللي موجوده في الصخور، طبعا دي بيكون ايه يا ولاد؟ ها الجراوند ووتر او المياه الجوفيه. السؤال اللي بعده 9، A colorless liquid، سائل عديم اللون، The plant uses it in photosynthesis process، and كمان الهيومن بيستخدمه ها benefit from it in completing food digestion، لإتمام عملية الهضم. يبقى النبات بيحتاج إيه عشان يعمل عملية البناء الضوئي؟ الإنسان محتاجه، اللي ما نقدرش نعيش من غيره يا ولاد طبعا الووتر، الماء. 10، It's relatively light outer layer، طبقة خفيفة تقريبا بيكون خفيفة of the earth، its thickness is ranging between 8 and 6 كيلومتر، دي مين يا شباب؟ دي أول طبقة اللي هي مين يا شباب؟ the earth crust، القشرة الأرضية. نفس التعريف بيقول لي the outer layer of the earth، الطبقة الخارجية من كوكب الأرض، نفس الإجابة the earth crust. 11، The layer of the earth just beneath the earth crust، أو أول ما يقول لي beneath the earth crust يعني يا ولاد أسفل القشرة الأرضية اللي هي الطبقة اللي تحتها على طول، والثيكنس بتاعها يا ولاد 2885 كيلومتر، طبعا ده مين يا شباب؟ المانتل، الوشاح، تاني طبقة. بيقول لي هي الميدل لير، طبعا هي الميدل لير ما بين مين ومين؟ ما بين الكراست والكور، نفس الإجابة. 12، the layer of earth which rich in iron and nickel، طبقة من طبقات الأرض بتكون غنية من إيه يا ولاد؟ من الأيرن والنيكل، طبعا دي الطبقة اللي هي مين يا شباب؟ الـ inner core، اللب الداخلي اللي هو بيكون solid state في حالة صلبة. هنا شباب بيقول لي layer of molten، بقى هنا بقى molten metal يعني معادن منصهرة
والثيكنس كمان بيقول لي 2100 كيلومتر. ده مين ده؟ دي الطبقة اللي ايه؟ الاوتر كور. عرفتها ازاي يا شباب؟ عشان قال لي مولتن ميتال معادن منصهرة. السؤال اللي بعده يا شباب، complete the following statements. Number one, the earth revolves around the sun. الارض يا شباب بتدور حوالين الشمس by the effect of gravity. Gravity of the sun يعني باي بتأثير الجاذبية. To complete one revolution around the sun in not days يعني بتعمل دورة كاملة يا شباب حول الصن في كام يا شباب؟ 365 and quarter days. Number two, the earth occupies the not position according to the distance from the sun. الأرض يا شباب بتشغل الترتيب third الثالث بالنسبة للمسافة من الصن، يبقى قلنا يا شباب Mercury, Venus, Earth. Number three, where it far from the sun about kilometer. وكمان الأرض بتبعد عن الشمس حوالي كام يا شباب؟ 150 مليون كيلو يا ولاد كيلومتر، بتبعد عن الشمس 150 مليون كيلومتر. 3. The earth shape is too completely circular. يبقى شكل الأرض يا شباب تقريبا بيكون circular accompanied with نقط at the two pole. بيكون مصحوب ب تفلطح بسيط جدا، بيكون مفلطحة عند القطبين، حاجة اسمها slight flattening. Slight flattening at the two pole and not at equator we indented outward. يعني منبعجة للخارج عند خط الاستواء. يبقى تاني يا شباب، the earth's shape is to be completely circular accompanied by أو accompanied with slight flattening يعني مفلطحة قليلا عند two poles and indented at the equator بكون منبعجة عند القطبين. 4. The knot radius of the earth about 22 kilometer larger than the knot radius. يبقى قلنا يا شباب الأرض هيت، فبالتالي عندي ده اسمه ايه؟ اسمه التروبيكال radius، بيكون أكبر من يا شباب من البولار radius. يبقى هنا يا شباب التروبيكال radius اللي هو نصف القطر الاستوائي أكبر ب 22 كيلو من ايه يا ولاد؟ من البولار radius. 5. Concerning the volume, the earth is the biggest. بالنسبة للحجم يا شباب الأرث هي biggest inner planets، هي أكبر كواكب المجموعة الكواكب الداخلية. السؤال اللي بعده بيقول لي the average radius of the earth is about while its mass is not. يبقى هنا يا شباب بيقول لي the average radius about 6386 كيلومتر، وكمان بيقول لي الماس يا ولاد أو كتلة الأرض بيكون 5.9 by 10 باور 24 كيلوغرام. يبقى تاني يا شباب بقول له the average radius نصف القطر التقريبي للأرض 6386 كيلومتر والماس 5.9 by 10 باور 24 كيلوغرام. السؤال اللي بعده 7. Not and not are among the characteristics of the earth supporting the continuity of life. يعني ايه يا ولاد من احد خصائص الارض اللي هي بتدعم الحياة على سطح الارض؟ عندي هنا شباب 5 characteristics. اول حاجة عندي الاتموسفير، الغلاف الجوي، الهيدروسفير، الغلاف المائي، suitable temperature درجة حرارة المناسبة، gravity الجاذبية، suitable atmospheric pressure والضغط الجوي. ممكن نختار اي حاجة من دولت ونكتبها. يعني ممكن اقول يا شباب gravity, atmosphere are among characteristic. يبقى عندي gravity, atmosphere, hydrosphere, atmospheric pressure. السؤال اللي بعده 8 بيقول لي the atmospheric envelope appear as not color around the earth. الاتموسفيريك انفلوب او الغلاف الجوي يا شباب بيظهر باللون ايه ولاد؟ باللون الوايت، باللون الابيض حول الارض. نمبر 9. The percentage of carbon dioxide gas in the atmospheric air. نسبة ثاني اكسيد الكربون 0.03%. While the percentage of high oxygen 20 ايه ولاد؟ 21. 10.
The major component of the atmosphere طبعا مين يا شباب؟ ها النيتروجين جاز. الأكتر نسبة في من الغازات هو غاز النيتروجين اللي هو 78. طبعا أيوة بيقول لي occupy about نقط طبعا 70 يا ولاد 78%. 11 green plants use نقط جاز طبعا بتستخدم يا ولاد الكربون دايوكسيد جاز in photosynthesis process. 12 نقط جاز is used in combustion process. الغاز يستخدم في عملية الاحتراق أو البيرنينج بروسيس طبعا غاز من يا شباب الأكسجين. While نقط جاز is used by plant to form protein. الغاز اللي بيستخدم بالنباتات لتكوين البروتين مين يا شباب؟ النيتروجين، غاز النيتروجين. 13 نقط جاز control the effect of oxygen. الغاز اللي بيتحكم في تأثير غاز الأكسجين during combustion process ده غاز مين يا شباب؟ النيتروجين. 14 the نقط layer in atmospheric air protects the living organism from harmful rays. طبقة موجودة في الهواء الجوي بتحمي الكائنات الحية من الهارمفول rays اللي هي الالترا فايولت ريز طبعا ده مين يا شباب الاوزون لاير. 15 نوت اند نوت اند رين فولينج وسقوط الامطار ار فروم ويذر اند كلايمت فينومينا. يبقى هنا شباب بيقول لي رين فولينج سقوط الامطار ها وايه كمان وايه يا شباب من فروم ويذر اند كلايمت فينومينا من ظواهر الطقس والمناخ. طبعا ممكن اقول يا شباب ها الويند يا ولاد الويند موفمنت والكلاود يا ولاد والكلاود formation يبقى هو wind movement and cloud يبقى wind and cloud air and rain falling are from weather and climate phenomena. 16 the great expansion of atmosphere الامتداد الكبير جدا يا ولاد للغلاف الجوي ده in the space help نقط and نقط. يبقى هنا شباب بيقول لي the great expansion of atmosphere in the space help ان ايه بيساعد في حاجتين. يبقى الامتداد الكبير جدا يا ولاد للغلاف الجوي بيساعد في حاجتين نمبر 1 ونمبر 2. نمبر 1 burning millions of small falling meteors حرق ملايين الشهب الصغيره الساقطه يا ولاد. We completely completely before يولاد before reaching to the earth دي number one يبقى ممكن اقول له burning million of meteors. طيب ونمبر 2 يا شباب اهي بيقول لي reducing the high speed بيقلل السرعة الكبيرة جدا جدا لل large meteorites. يبقى نحاول نختصر يا شباب يبقى number one ايه اهمية ال great expansion او التمدد الكبير جدا للاتموسفير. نمبر 1 بيساعد فيه يا ولاد burning millions of small falling meteors حرق ملايين الشهب و reducing the high speed of large meteorites وبيقلل السرعة الكبيرة جدا للنيازك. السؤال اللي بعده 17 water cover about نقط of the air surface. الماء يا شباب بيغطي حوالي 71% of air surface. بيقول لي 97% of it is يا ولاد is salt. 97% منهم يا ولاد بيكون ميه and 3% بيكون يا ولاد fresh water بيكون ماء عذب. 18 نقط اند نقط among the source of fresh water احد مصادر من ايه يا ولاد sources يعني مصادر الماء العذب طبعا ممكن اقول له ها الليكس البحيرات والريفرز والانهار. While not and not are among sources of salty water أحد أو مصادر المياه المالحة طبعا عندي يا ولاد السيز البحار وكمان الأوشنز المحيطات. 19 ground water المياه الجوفية exist in the knot of the rocks that form the earth's mass. يبقى المياه الجوفية ديت موجودة فين يا شباب موجودة في البورز and the cracks موجودة في ولايات في الثقوب والشقوق. يبقى ground water exists in the pores and cracks of the rocks that form the earth's mass. السؤال اللي بعده 20 not sharing blood formation and stabilizing the body knot. طبعا اللي بيشارك في تكوين الدم يا شباب ده مين ده الماء الwater and stabilizing of body temperature وكمان بيعمل ثبات لدرجة حرارة الجسم. يبقى body يا ولاد temperature. 21 the normal atmospheric pressure الضغط الجوي الطبيعي on earth surface about 60 يا ولاد 67 يا ولاد سنتيمتر يا ولاد mercury 76 سنتيمتر زئبق.
22 the earth consists of number of arranged layer. الارض تتكون من عدد من الطبقات مرتبه from the surface to the center من الخارج او من السطح للمركز. اول طبقه كراست، الثاني طبقه مين يا شباب؟ المانتل. ثالث طبقه الكور. 23 the outer layer of the earth is called crust and the next one called mantle. تاني طبقة mantle. 24 not is the smallest earth layer thickness. أصغر سمك، أصغر طبقة لها سمك مين يا شباب؟ أول طبقة اللي هي مين؟ crust. أقول له earth crust. While not is the biggest earth's layer thickness. أكبر سمك عندي يا شباب مين يا شباب؟ الكور. 25 the thickness of earth's crust range between من 8 to كام يا ولاد؟ 60 كيلو متر. يبقى سمك طبق القشرة الأرضية من 8 ل 60 كيلو متر. The earth's core divide into outer core and inner core. 27 Northern do not among heavy metals that collect around the center of the earth. الهيفي ميتال يا شباب اللي بتبقى موجوده في السنتر اوف ذا ايرث في الانر كور بيكون يا شباب الايرن، الحديد وايه يا ولاد؟ والنيكل. سؤال 12 بيقول يا شباب study the following figures and answer the questions. Number 1 in front of you a part of boiled egg. امامك يا شباب بيضه مسلوقه. The content of that egg is similar to the earth's layer. يعني مكونات البيضة دي شباب تشبه مكونات طبقات الأرض. Where number one the yolk أو اليالو part الجزء صفار البيضة شباب واللي represent بيمثل إيه؟ طبعا بيمثل الكور اللي هو اللوب. يبقى ده يا ولاد الكور. Number two the white part الجزء الأبيض أو بياض البيضة ده الجزء ده يا شباب بيمثل طبعا المانتل الميدل إيه ولاد؟ layer الطبقة الوسطى. Number 3 the shell of egg represent الغلاف اللي حول الارض البيضه ده بيمثل يا اولاد الكراست earth crust. Number 2 look at the opposite figure which represent section of earth then answer the following questions. Number 1 label the numbered item. Number 1 يا شباب ده مين؟ earth crust القشرة الأرضية. Number 2 تاني طبقة المنتل. Number 3 الأوتر إيه ولاد؟ الأوتر كور. 4 الإنر كور. 2 بيقولي مولتن ميتال ار فاوند ان لاير نمبر. طبعا المولتن ميتال أو المعادن المنصهرة بتكون في الأوتر كور اللي هي 3 نمبر إيه ولاد؟ 3. The thickness of layer number 3 is about number 3 اللي هي outer core تقريبا السمك بتاعها بيكون يا ولاد 2100 كيلو متر. While that of layer number 4 number 4 اللي هي inner core تقريبا يا ولاد 1350 كيلو متر. 4 The layer number 4 contain iron. طبعا number 4 يا شباب اللي هي ال inner core بيكون فيها iron and nickel. In not state طبعا بيكون في حالة صلبة solid state. كمل يا شباب thinking skills questions أسئلة مهارات التفكير. بقولي number one choose the ratio of blue color to the green color. النسبة يا شباب ما بين ال blue color to green color in the world natural map of earth surface is not. طبعا blue color ده بيعبر عن ايه يا شباب؟ بيعبر عن water. والجرين بيعبر عن ايه يا شباب؟ اللاند. يبقى نسبة الووتر تو اللاند اكيد اكون كبيرة جدا، يبقى اختار نقط 1 مور ذان 1 اكبر من الواحد الصحيح. نمبر 2 ذا ريشيو بتوين دنسيتي اوف ايرث كور. الايرث كور يا شباب اللي بيكون فيها الايرن ايه يا ولاد؟ الايرن والنيكل اللي هما بيكون هيفي ميتالز فبتكون هاي دنسيتي يعني كثافتهم عالية جدا. To that the earth's crust بالنسبة للقشرة الأرضية بتكون light بتكون خفيفة فبرضه نفس الكلام ها يبقى نسبة الأيرن والنيكل للأيرث كراست يا ولاد بيكون برضه more than one أكبر من ال one. 3 The earth consists of four layers
الأرض بتتكون من أربع طبقات زي احنا شايفين. From which layer number two. Number two اللي هي مين يا شباب؟ المانتل. المانتل دي بتكونها is formed بتتكون من ايه؟ طبعا احنا عارفين انها بتتكون من solid rock. Solid rock يعني من صخور صلبة. السؤال اللي بعده. What do you expect in the following cases if؟ ماذا تتوقع في الحالات الآتية؟ Number one. The earth's atmosphere doesn't contain oxygen. الهواء الجوي يا شباب ما فيهوش غاز الايه يا ولاد؟ الاكسجين. يبقى اقول له ايه اللي هيحصل؟ طبعا الليفنج اورجانيزم ويل داي اند كانت ريسباير اند ويل داي، يعني الكائنات الحيه كلها مش هتقدر تتنفس اند ويل داي. بيقول له شباب ليفنج اورجانيزمز كانت ريسباير اند ويل داي. نمبر 2 ذا بريشر ذا اير بريشر انكريز مور ذان 76 سنتيمتر ميركوري. يعني الضغط الجوي طبعا لو زاد عن القيمة الطبيعية بتاعته الموجودة على سطح الأرض طبعا يا شباب ها يبقى هنا اللايف ها not suitable، بتكون ايه ولاد؟ بتكون غير مناسبة على ايه ولاد؟ الأرض. we can't ايه ولاد؟ we can't live on earth surface. هقول له شباب there is no life on the earth، يعني مش هيكون عندي حياة على سطح الأرض. السؤال اللي بعده بيقول number 3 the opposite figure represent percentage of gases formed the atmosphere. يبقى نسبة الغازات اللي بتكون الهواء الجوي يا شباب. mention the name of these gases according to the percentage presented on the figure. طبعا شباب أكبر نسبة عندي مين هنا؟ 78 يا شباب. ده مين ده؟ ده النيتروجين. عندي يا شباب ال 21 ده مين يا شباب؟ الأكسجين. وعندي 0.03 ده مين يا شباب؟ الكربون دايوكسيد. وال 0.97 ده مين يا شباب؟ ال water vapor and other gases، بخار الماء والغازات أخرى. Number 2 بيقول لي the importance mention the importance of the gas whose percentage 78 for living organism. عايز أهمية الغاز يا ولاد اللي هو 78 اللي هو مين؟ النيتروجين. يبقى هنا يا شباب بيقول لي ال importance of nitrogen gas، أهمية النيتروجين gas حاجتين. بيقول لي أول حاجة number one reduce the effect of oxygen gas during burning process، بيقلل تأثير غاز الأكسجين خلال عملية الاحتراق. الحاجة التانية plant use it to form protein. يبقى أقول له شباب forming proteins in plant وكمان reduce the effect of oxygen gas during burning process.